بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معالي الوزراء، السادة المحافظين، السفراء، ممثلو المؤسسات الدولية، والسادة والسيدات الحضور الكرام، إنه من دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ويتم تنفيذها بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وأثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مما يؤكد على جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، ويعكس الجهود والأنشطة والمبادرات الخضراء التي تم إطلاقها في ضوء رئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإدارية لتغير المناخ COP27، تعزيزاً للرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب التنمية، وانطلاقاً من العلاقة الوطيدة بين مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية، قامت وزارة التعاون الدولي بتعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة على صعيد عدد من المحاور التي تدعم الجهود الوطنية المبذولة في سبيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية الشاملة والمستدامة. السيدات والسادة، تأتي هذه المبادرة كتتويج للمساعي المصرية بشأن أزمة التغير المناخي، إذ تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، والتي ستساهم بشكل كبير في الحد من الانبعاثات الكربونية، واستكمالاً لجهود الوطنية نحو تحفيز المشروعات الخضراء الذكية، وإيماناً بأن التمويل الأخضر يحتاج إلى حلول مبتكرة، أطلقت الوزارة بالشراكة مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسابقة الدولية Climate Tech Run 2022 للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين في الفن الرقمي من كافة أنحاء العالم، بهدف تشجيعهم على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة والفن في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على جهود تحقيق التنمية. وتعد هذه المسابقة الدولية هي الأكبر على مدار تاريخ مؤتمرات المناخ، سواء من حيث عدد المشاركين أو الجوائز المخصصة للفائزين، كما إنها مثال للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة، حيث يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص كشركة مايكروسوفت وجوجل ومؤسسات التمويل الدولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الأفريقي للتصدير استيراد أفري أكزيم بانك، فضلاً عن منظمات الأمم المتحدة كبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومسرعات الأعمال فلك ستار وشبكة شباب رواد الأعمال وأفري لابس. والجدير بالذكر أنه قد تقدم أكثر من 422 متسابقاً في مسار رواد الأعمال والتكنولوجيين من 77 دولة، بالإضافة إلى 166 متسابقاً في مسار الفن الرقمي من 52 دولة مختلفة، وذلك على مستوى العالم من أفريقيا وأسيا وأوروبا والأمريكتين. وسوف يعرض المتأهلون أفكارهم ويتنافسون في يوم الشباب في العاشر من نوفمبر في COP27 في شرم الشيخ على الجوائز المقدمة في المسابقة، ويعقب ذلك برنامج تدريبي متخصصاً يعمل على نشر تكنولوجيا تلك الشركات عبر البلاد، وسيتم عقده بالقاهرة خلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 15 نوفمبر بمشاركة من شركاء التنمية والشركات الراعية للمسابقة، وسيتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل والزيارات الثقافية ومحاضرات متخصصة في مجالي التكنولوجيا والاستدامة البيئية. وفي ضوء أهمية تكاتف الجهود الوطنية في هذا المجال الهام، فإن وزارة التعاون الدولي يسعدها الإعلان عن تقديم البرنامج التدريبي المذكور كجائزة للشركات التكنولوجية الناشئة الخضراء التي ستفوز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك للاستفادة من الممارسات الدولية وتشجيع الابتكار في العمل المناخي. الحضور الكريم، تأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومسابقة Climate Tech Run 2022 في إطار تكاملي غير مسبوق على مستوى الدول المستضيفة لمؤتمرات الأطراف السابقة، والتي تهدف إلى توطين العمل المناخي بما يضمن استفادة كافة فئات المجتمع وبخاصة الشباب والمرأة، وكذلك الوصول إلى سكان المدن والقرى من المشروعات الخضراء الأكثر ذكاء والخروج بها إلى العالمية.
فإن الأفكار التي تنفذها الشركات تعكس أهمية الابتكار في دفع العمل المناخي، وعليه فإن احتضان هذه الشركات في مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ التجمع الأهم في العالم في هذا التوقيت يتيح لها فرصة لتبادل الخبرات وعرض الأفكار من أجل دعم توسعها في البلاد المختلفة، فضلاً عن دعم أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ لدعم جهود التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز الدور الذي تقوم به مصر دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار. وأخيراً نؤكد على حرص الجهات الوطنية على استمرارية هذه المبادرات بحيث لا تنتهي بمجرد عرضها في مؤتمر الأطراف 27 الذي تستضيفه شرم الشيخ الأسبوع المقبل، بل سيكون المؤتمر نقطة انطلاق نحو استمرارية هذه المبادرات في السنوات المقبلة في إطار التزام الدولة المصرية بالعمل التنموي الصديق بالبيئة. وفي النهاية فلا يسعني إلا أن أهني الفائزين وأتمنى التوفيق لهم ولكل من شارك في هذه المبادرة الإبداعية. شكراً جزيلاً.